قول لي مثلا ثلاث حاجات عجبتك لكارلوس كيروش النهارده، ثلاث حاجات كانت سبب ان كارلوس كيروش قادنا للفوز النهارده. هكون صريح معاك، اول حاجه كانت قلقاني عصبيته، معاك ان الحكم محجمنا خانقنا بلغه الكوره، ما تقدرش تمسك عليه قرار واضح وصريح مؤذي اذانا فيه، يعني ما اداش ضربه جزاء مثلا وهميه، ما طردش لعيب، لكن بالظبط محجمك بلغه الكوره كده، محجمك اي نفخه للعيبه المنتخب المغربي بياخدوها فاولات، وبتبقى فاولات اعنف من الفاولات اللي اداها للمنتخب المغربي، تبقى لينا بياكلها علينا بلغه الكوره، فده عصب لاعبتنا. وبالتالي كمان كيروش بدا يدخل في مناورات مع الحكم، حسيت انه بدا يخرج بره تركيزه، لكن لا الراجل ادار المباراه بصوره جيده جدا. الراجل تفاصيل بقى الشوط الاولاني والثاني والثالث بناء على رؤيتك لكيروش. طيب اول حاجه زيزو، لما نزل رمضان صبحي، انا هبدا بقى من ورا لقدام. لما نزل رمضان صبحي خلاص بقى، علشان يبدا الراجل منزل راجل فريش ليجز عشان يبدا يضغط عليهم اكتر واكتر، وحولها لخمسة 3-2، والخمسه اللي ورا زي ما هم، بس رجع معاهم الاربعه اللي ورا زي ما هم، بس رجع معاهم عمرو السوليه كسنتر باك علشان كمان ياخد العالي، تحسبا ان هم خلاص في الدقائق الاخيره يلجأوا للطويل، وعشان يبقى في سكرينات كتير لجول كيبر، هو برضو صغير في برافو عليك، يبقى اول حاجه امنها الجول كيبر ولعب بالثلاثه اللي في نص الملعب، ودى زيزو في نص الملعب ناحيه اليمين، ومحمد النني في المركز رقم 6، وودى زيزو في نص الملعب ناحيه الشمال، ولعبنا بصلاح وبرمضان صبحي والخمسه زي ما قلت لك اللي ورا، عمر كمال عبد الواحد وفتوح ومحمد عبد المنعم وعمر السوليه ووراهم محمود علاء. فدي اول تعامل شفنا، اللي هو كنا دايما بنقول الراجل ده والله لو انطبقت السماء على الارض مش هيغير الطريقه، لا النهارده غير الطريقه. يبقى اذا اول حاجه المرونه التكتيكيه اللي اتعامل بيها في المباراه، لما المباراه فرضت عليه انه لازم اعمل كده عمل كده، ما ركبش راسه، ودي حاجه لازم نديها له او نحسبها له، زي ما كنا بنهاجمه دايما ان الكوره مش قران غير قابله للتعديل، لا الكوره فيها فليكسبيليتي وفيها مرونه، المباراه محتاجه ايه، وعمل اول حاجه في المباراه.